السلام عليكم. قبل البدء في موضوعنا، أدعوكم لزيارة قناة جمال المرأة العربية. محتواها مفيد جداً، وبخاصة للفتيات. تقدم لكم وصفات طبيعية وأكسسوارات وميك أب. اشترك بالقناة من خلال الضغط هنا، وستجد الرابط أسفل الفيديو. على الرغم من التقدم التكنولوجي في وقتنا هذا، لا تزال هناك أراض على كوكبنا لم يتم اكتشافها بعد، مثل الجزيرة التي سوف نقدمها لكم الآن. من المذهل أن مناخها مختلف تماماً عن عالمنا، كما أن بها كائنات متفردة ومذهلة بالنسبة للعلماء. إنه الكهف المتحرك الواقع على بعد أميال من البحر الأسود، والذي كان مغلقاً لخمسة ملايين ونصف مليون سنة. إن عدد الأفراد الذي يقل قليلاً عن 1000 شخص ممن سنحت لهم الفرصة لاكتشاف الكهف يؤكدون أن الهواء داخل الكهف مسمم، كما أنه رطب جداً. طبقاً للأبحاث، إن نصف تكوين الأكسجين داخل هذا الكهف مثل ما نعرفه، أما الباقي فهو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. فيما يبدو لقد كان هذا المكان محطة نووية في عام 1985، حيث إنه قد عثر داخله على بقايا مشعة، لذا توجب على الجيش التواجد فيه من أجل تأمين المكان وتجنب أي خطر. إن أحد الأشياء المذهلة عن هذا المكان هو امتزاج الظروف المناخية وقلة الضوء لملايين من السنوات، مما أفرز أغرب كائنات دونت في السجلات حتى الآن. على الرغم من وجود 45 نوعاً من الكائنات في هذا الكهف، فإن 33 منهم ليسوا موجودين إلا به، منهم عناكب وأنواع مختلفة من العقارب والطفيليات، بالإضافة إلى أم 44. المثير للدهشة أن كل هذه الحيوانات لا ترى، وليس لها لون، أي أن جسدها ليس له أي لون. لقد اتفق العلماء على أن هذا المكان يتمتع بنظام بيئي متفرد من نوعه، يعتمد على التخليق الكيميائي، مما يعني أنه يحصل على الطاقة عن طريق نوع من التركيب الضوئي بناء على التفاعلات الكيميائية من الكائنات الأخرى ومن محيطها، وهو شيء غريب بحق. حتى الآن لم يستطع العلماء والخبراء طرح تفسير منطقي لكيفية وصول هذه الحيوانات لهذا المكان، وكيف استطاعوا التطوير من أنفسهم. من المحتمل أن تكون البكتيريا قد تواجدت هناك منذ أكثر من 5 ملايين سنة، وأن الحشرات قد أصبحت سجينة المكان بعد سقوط الحجر الجيري الذي كان في هذا المكان لملايين من الأعوام. هذا طبقاً لجي كوين، عالم الأحياء الدقيقة. يعد هذا الحدث رائعاً في حد ذاته، إلا أنه ربما تكون هناك كائنات أخرى أكثر غرابة داخل هذا المكان، فعلى الرغم من اكتشافه منذ أكثر من 30 عاماً، فإنه ما زال تحت البحث. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. نراكم في المقطع المقبل.